ومعنا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي. مرحبا بك أستاذ توفيق. إذا هناك أنباء عن معاناة النازحين في مخيم ميل بمحافظة مأرب في اليمن، ويزيد ذلك منه البرد القارس كما تعلمون. كيف تصفون حالة النازحين هناك في اليمن مع التضييق الذي تمارسه ميليشيات الحوثي على المساعدات الدولية؟ هو بلا شك لا يمكن لأي شخص يتابع المشهد اليمني على المستوى العسكري وعلى المستوى الإنساني إلا ويدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها النازحون في اليمن، سواء في الحديدة أو في مأرب أو في صنعاء أو في حرب حجة. وهنالك استهداف ممنهج بالقذائف العشوائية، كان هنالك استهداف لمخيم النازحين في حجة في حرض قبل 6 أيام، استشهد 8 أفراد، واليوم أيضا استشهد فردين أو شخصين اثنين بسبب هذا القصف العشوائي الذي لا يرحم، بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية. فتفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين اليمنيين لغياب استراتيجية إنسانية واضحة، مما ينعكس سلبا على نقص واضح في الغذاء، نقص واضح في المأوى، نقص واضح في الأدوية، نقص واضح في السكن. وبالتالي مأرب، ما يعيشه النازحون في مأرب يعيشون النازحون في حرب، يعيشون النازحون في مدينة الحديدة، أو حتى النازحون إلى عدن وفي محافظة المارة. هنالك مساعدات وقتية غير منتظمة، غير مبنية على استراتيجية واضحة، لا توجد مخيمات ثابتة لهؤلاء النازحين، وخاصة في أيام الشتاء، مما يزيد المعاناة الإنسانية بصورة كبيرة، خاصة مع عملية الحصار ووقف المساعدات الإنسانية بسبب اتهام المنظمات الدولية بصورة مباشرة وواضحة لجماعة الحوثي بأنها تستغل هذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء لصالح المجهود الحربي. المنظمات الدولية أكدت أن الحرب في اليمن أجبرت الأسر على النزوح إلى يعني أماكن أكثر أمنا. هل في هذه المناطق الآمنة مهيئة لاستقبال النازحين؟ لا أخي الكريم، للأسف الشديد أنا أضرب لك نموذج واحد في أحد مخيمات حرب، عندما قصف الحوثيون قرية شليلة فاضطر السكان المدنيين إلى النزوح إلى حدود المملكة العربية السعودية، طالبوا بالدخول إلى المملكة العربية السعودية كمناطق آمنة، إلا أن المملكة رفضت لأسباب معينة، فوضع النازحون في أحد المعسكرات التدريبية السابقة، لكن طالهم عملية القصف مستمرة، ترك النازحون هذه المخيم وهذا المعسكر التدريبي ونزحوا إلى أماكن أكثر بعدا، إلا أن القذائف طالتهم أمس وطالتهم اليوم. حقيقة كما قلت سابقا وأكد عليه، لا توجد استراتيجية واضحة لاختيار أماكن الدبو وتجهيزها وتأهيلها، مما تجعلها عرضة للقصف بصورة مستمرة. هنالك تقريبا لما يقارب 10 عمليات حالات قصف لقذائف إلى داخل مراكز الإيوان للنازحين عفوا. نعم. من المسؤول إذن عن إيصال هذه المساعدات إلى تلك الأسر؟ هل برأيك المجتمع الدولي يقوم بدوره المفروض بالشكل الأمثل الموازي لهذه المشكلة الكبيرة في اليمن؟ طبعا مشكلة النازحين في اليمن تتحملها كافة الأطراف ولو بنسب متفاوتة. جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية كبيرة بإجبار هؤلاء السكان على ترك منازلهم بسبب احتلالها أو تحويلها لسكنات عسكرية أو قصفها بطريقة عشوائية أو تفجيرها. تتحمل الحكومة الشرعية والتحالف جزء من هذه المأساة لعدم وجود استراتيجية واضحة ومركزة، خاصة وهنالك مناطق واسعة وكبيرة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وقد صرحوا أكثر من مرة أن أصبح ما يقارب 70% من أراضي الجمهورية اليمنية تحت سيطرتهم، وبالتالي بإمكانهم أن يقيموا معسكرات في مناطق بعيدة جدا عن الحرب ويوفروا لها الحماية الأمنية والغذائية والدوائية إلى غير ذلك. وتتحمل أيضا المجتمع الدولي
قلت هذه المسؤولية بدل الكسر يعني هي أكثر قضية أصبحت دولية، يعني عندما تصرح الأمم المتحدة أن أعداد النازحين بلغ أكثر من 3.5 مليون، هذا عدد لم يحصل نعم. في أي بلد آخر، ألا يجب أن تتدخل يعني بالطرق كافة ضد الطرف الذي يعرقل إيصال المساعدات لهم؟ وأنا سأتحدث عن هذه النقطة. المجتمع الدولي وبالذات الأمم المتحدة لم تكن الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن وفق الحد المأمول. المنظمات الإنسانية ظلت تتعامل مع جماعة الحوثي فترة من الزمن رغم وجود تقارير واضحة على أن هذه الجماعة تقوم باستغلال هذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء أو منع وصولها إلى مناطق إلى مستحقيها في مناطق أخرى. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكون واضحا في من يقوم بعرقلة مثل هذه المساعدات ويحمله المسؤولية الكاملة الإنسانية والأخلاقية والجنائية في هذا الصدد. وزارة حقوق الإنسان اليمنية ذكرت أن الجيش اليمني نزع 250,000 لغم من المناطق المحررة كافة في اليمن، يعني ماذا تريد ميليشيا الحوثي من زرع تلك الألغام التي تستهدف بالأساس المدنيين؟ هل نحن أمام محاولات لتغيير سكاني في اليمن ولصالح من؟ جماعة الحوثي هي تعتبر الطرف الوحيد بشهادة تقريبا كافة التقارير الدولية التي تستخدم الألغام بصورة كبيرة، وهي تستخدم الألغام لعدة لأسباب متعددة، إما لمنع تقدم القوات الحكومية لانتزاع المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي، والأمر الثاني انتقاما من السكان الذين محسوبين لصالح الشرعية، ولاحظنا هذا الأمر موجود بكثافة سابقا في عدن، في لاحقة، في محافظة تعز، والآن في محافظة الحديدة، ثم في محافظة البيضاء. وهذه بدون وجود خرائط واضحة، ورأينا أن مفاوضات أو مشاورة ستوكهولم ركزت على هذا الجانب وحاولت تلزم جماعة الحوثي على تقديم خرائط واضحة بالألغام خاصة التي وضعت في أماكن تواجد السكان أو في طرق ممراتهم، ورأينا أو رصدنا الكثير من الحالات التي انفجر الألغام بهم وهم عائدون إلى منازلهم، بل وصل الأمر بهذه الجماعة إلى أن تزرع الألغام داخل البيوت التي سيعود إليها السكان. جماعة الحوثي من حيث عملية التغيير الديموغرافية في المحافظة الوسطى والجنوبية ربما الأمر مستحيل، لكن هو ما يحدث اليوم هي عملية تصفية للمعارض، تفجير البيوت وإجبارهم على النزوح من مناطقهم إلى أخرى. الآن في صنعاء على سبيل المثال نحن رصدنا ما يقارب من احتلال أو السيطرة على ما يقارب 137 منزلا لمعارضين سياسيين وفكريين للجماعة، ونهب ما يقارب أكثر من 100 بيت أيضا للمعارضين للجماعة. هنالك استوفات قدمت لتجميد أموال ما يقارب 1142 مواطن كشف الأخير، كان هنالك كشف سابق بما يزيد عن الألف. شكرا. مصادرة أموال سواء كانت جمعية خيرية أو تعليمية نعم أو حتى تجارية، هنالك بسط على الأموال وهنالك عملية نعم. نهب منظم نعم سيد توفيق، من وضحت هذه الصورة. الجماعة من أجل أن تلقن كافة الأصوات. شكرا لك عبر سكايب من فيينا سيد توفيق حميدي المحلل السياسي اليمني.